نعم. يقول السائل: إذا رأيت شخصا يفعل الشركيات كدعاء الأموات وكطلب الشفاعة منهم، كيف أعامله؟ هل أعامله كالمسلم أو كالكافر؟ تعامله كالمسلم وهو يشرك وتسمعه يشرك ويدعو غير الله، عامله معاملة المشرك، لكن ادعوه إلى الإسلام، بيّن له أن هذا شرك أكبر وبيّن له خطر الشرك، باب الدعوة إلى الله والنصيحة. نعم.